شي كيسميهم الزرقلاف وشي كيسميهم القرفيه، شي كيسميهم اقاريدن ولا وسخ الدنيا، شي كيسميهم عمر ولا البنقا ولا العاقه. سيادنا تهضر على الفلوس، اي الفلوس، وهاد الفلوس فين خصهم يكونوا؟ واش في دماغنا ولا في قلبنا ولا في جيبنا؟ القلب من حقه يفشها ومن حقه يتمنى، ولكن العقل هو المكان الطبيعي ديال الحكمه وحسن التدبير، المكان الطبيعي ديال الرزانه الماليه وحسن السير. اما الجيب، الجيب هو اللي كيودي، هو اللي كيخلص. اذن كيفاش خص يكون عندنا التنسيق بين دماغنا وقلبنا وجيبنا في التدبير المالي؟ برنامج ديال لاباس جايب عقليه جديده، جايب تفكير جديد مرتبط بالمال، جايب ثقافه مبنيه على التربيه الماليه والتنشئه الماليه وعلى النجاح المالي. النجاح المالي ديال من؟ ديال المقاوي الذاتي، ديال الانسان المعاق، ديال الشباب، ديال الطفل، ديال المراه المقاوله، ديال المجتمع المدني. سيادنا جبنا مجموعه من الحلول مبنيه على الذكاء المالي، وغادي نقترحوها انطلاقا من مجموعه من الحالات. موضوع الحلقه ديال اليوم مرتبط باسلوب التدبير ديال الفلوس، كيفاش كننظروا لهاد الفلوس. انطلاقا من ثلاثه ديال الحالات خليكم معنا، غادي نمشيو نزورو. كلونجا، هذا هو الاسم الفني ديال سي عبد السلام ولد جديده 27 سنه. عبد السلام عنده موهبه فطريه، كلون مختص في الالعاب ديال الدريسوار والاحتكاك بالمجال ديال الطفوله. عبد السلام عنده حلم ولكن ما عندوش مشروع. كيفاش ممكن لعبد السلام يطور الفكره اللي عنده والحلم اللي عنده باش يولي مشروع؟ خليكم معنا غادي نكتشفوا الحاله ديال عبد السلام. كلون جا ومعه جات الفرحه، وخازن ورا ابتسامته جرحه، من مدينه جديده قديمه جا الكلون ولد ميمه. في ستاسيون يدوز حدو والدخل حدو قدو، بحال شي معدن خام ولا منجم رخام، راس مالو كاكو ضحكه وصفر درهم في البنكه. مكياجو ولباسو هو حصادو ودراسو، خصو مشروع وطبنوك باش يطور النشاط ديالو ويحسن حوالو. بارك الله سيدي عبد السلام. مرحبا اخويا. سعدي بدكالة كاع رجالة. مرحبا بك جديدة ودكالة. الله يحفظك لي سيدي عبد السلام. الله يحفظك. شكون هو عبد السلام؟ عبد السلام هو كيعرفوا الناس بالطيبوبة ديالو، الهبال ديالو، التصطياد. فنان من نوعية خاصة هي ديال الكلون، حلق في الكلون، هذا هو باش كيعرفوا عبد السلام صاحبي. شحال في عمرك؟ عندي تقريبا 27. إمتى بديتي هذه الحرفة ديال الكلون؟ بديت الحرفة ديال الكلون في 2010 2011. 2010 2011. 2010 2011، ولكن بعت واحد ثلاث سنين مؤخرا، كنت بعت عليها عاوتاني رجعت. مع من عايش تغلب؟ انا عايش مع الوالدة ومع الوالد. مزيان. فين كتشتغل دابا؟ كنخدم بروفيسيونيل في واحد القهوة خاصة. ديما؟ كل حد. كل حد العام كامل؟ العام كامل كل حد إلا في وجيبة رمضان. علاش؟ ما اش نقول لك، الوقت وكتكون شوية الجو ماشي ملائم للمهنة ديالك. ما كيكونش ملائم. نمشيو لهذيك القهوة اللي كتشتغل فيها. ملي كتسالي النهار ديالك شحال كتاخذ في النهار؟ السالير اللي كناخذو من هاد القهوه هي 200 درهم. 200 درهم؟ 200 درهم. ولكن كياخذ واحد 100 درهم اللي كنقابل ليا اللي مقابل الموسيقى ومقابل الصونو وداك الشيء، كياخذ 100 درهم، كناخذ انا 100 درهم، ولكن كندبر على راسي من عند الناس.
هذوك الناس اللي كيجيبوا وليداتهم هي مناسبه باش كيكونوا آه مجذوبه انا اخرين. مثلا انت يا صوبت لوليدك هذيك الفراشه ولا ولد بنتك فراشه ولا سيبر ماريو ولا سيبر بوي ولا كذا في وجهه كتعطيني واحد 10 درهم ندير مكياج ندير مكياج ديال الاطفال هكذا والناس تما كيشوفوك كتضحك لهم دراري ولادهم وهذه وهذه كيعطيوك زعما كيساعدوك. اذا انت كدير سبيكتاكل كومبلي سبيكتاكل اش فيه؟ فيه المكياج فيه المكياج فيه الهمور. الموسيقى لا دونس اه. كنا ندير لهم مسابقات ايه. مسابقات وسط من الكافي بحال هكا هي صافي نشاط. كاينين العاب ترفيهيه كنطلعت انا نلعب معاهم كن فهمت شحال كيخرج النهار؟ كيخرج بهذيك 250 300 في كل شيء اه في كل شيء في جيبي زعما ولكن مشات حتى لحد الاخر مشات حتى لحد الاخر. وبين الحد والحد اش كدير؟ بين الحد والحد كنبقى كاع كونجي ولكن لا دابا الحد راني خدام راني خدام حد كنصور هذيك البركه أيه. ولكن اثنين وثلاث ولا اربعة والخميس والجمعه ما كن علاش؟ ما كاينش حاجه ما يدار ولا انت اللي ما عرفتيش تخرج شي نشاط شنو؟ بعد المرات اللي كيعيطوا لي الناس اللي كيكونوا تما في الكابتي ولادك يقول لي عندي عيد ميلاد نهار الجمعه عندي عيد ميلاد نهار اه كذا كتدبر على راسك كتموفي تقدر تدبر ولكن شنو كي فاش كيجي العيد ميلاد؟ كيجيك غير مره مره بحال مره في الشهر ولا جوج مرات في الشهر مره ولا جوج مرات في الشهر مرات في الشهر هذا هو المعدل المعدل ديال العيد ميلاد. شحال كتشد في عيد ميلاد؟ العيد ميلاد كتشد فيه بعد مرات 500 600 درهم جيب. بعد مرات كتعرفهم 8000 فهمتي كل مره اه ايه. كل مره كتلعب المعدل هو 500 درهم واش 500 درهم كله ديالك؟ لا اه. كنعطي من السيد ديال مول هذاك اللي كيقاد ليا اللي كيقاد ليا ولكن الصونوات وداك الشيء كنلصقهم مع موالين الدار صونو كيخلصها مول الدار مول الدار كنقول لي شوف على حسابك الصونوات تكريهم غادي تحط لي على الاقل 200 ولا 250 درهم باش كتكري 150 ولا 200 درهم كيكريها كيمشي يحط لاكارت ديالو. هاد 500 درهم اللي كتشد انت كنزيدوا على 200 درهم كيتقام لانيفيرسير على الراجل ب 800 درهم غير جانب ديال التنشيط وكتعطي لهذاك السيد 100 درهم مول صونو اه 100 درهم دي جي اللي خدام معاك في الموسيقى 100 درهم ولكن الا كانت ملي كتعطي عليه من 500 اه من 500 ولكن الا كانت مرتفعه الدعوه ايه مرتفعه الدعوه هي عمر داخل بزيد ايه كنعطيه اكثر اي 200 زيد المزاد آه 200 250 شحال ما تزادني انايا كنعطيه. منين كندبر على راسي عاوتاني كندبر على راسي من المرسى مره شي مرات كنهز كاميرتي كنمشي نصور بنادم خمسة درهم تصويره كنعطيها لهم يعطوني 5 درهم بعدا كنجر العاقه باش نعيش. دابا انت كتاخذ 600 درهم في عيد ميلاد مثلا عيد ميلاد كناخذ 600 درهم 600 درهم كتخزن منها شي حاجه؟ لا ما كاينش اللي جات كنطرقوها اللي جات كتمشي. اذا صفر درهم ديال الدفع لا بغيت نحط شي حاجه من واخا لا حطيت مثلا شتويشيه عندي في الدار وكتمشي غير كتخرج للسوق كتدخل لي كتدخل معاك هذيك 100 درهم كتخرج بلا بها. الا عطيت لعبد السلام دابا 20 مليون باش دير المشروع ديالك ديال كلونجا شوف انت اش بغيتي دير 10 هكا خدو 10 هكا هذيك الساعه غادي تجوج و10 مليون الاخرى غادي نصاوب بها البروجي نصاوب بها البروجي نصاوب بها البروجي نقاد بها المسائل ديالي ونحط بها عاودي كيفاش غادير هذا البروجي؟ غيكونوا الكساوي الكساوي ماتريال اكسترا اوردينير. الا كان عندي انا هذا الماتريال هذا الماتريال غادي ندير مشروع المشروع ديالي هي انني نخدم في العراسات نخدم في ماشي نتبع غير لي كلون. سيدنا عشنا مع عبد السلام كلونجا تجربة من نوع خاص شاب عنده شحنة قوية على المستوى الفني عنده شخصية متميزة كتأهله باش يبدع في شي حاجة ولكن قدامه الضبابة صحابة كبيرة طريق ما معبداش مشكل تمويل مشكل تدبير مشكل استراتيجية كيفاش غنديرو باش غنعاونو عبد السلام يحقق المشروع ديالو.
سيرنا سي عبد السلام واحد الشخص اللي تيعشق المجال اللي اختاروا العمل ديالو كلون. كلون كتبان سهله، ما سهلاش عبد السلام، صعيبه. صعيب باش تضحك الدراري الصغار. قلتي لينا واحد الكلمه وما متفقش معاك عليها، قلتي لينا قبيله انه الزبون كنتسناه يجي لعندي. لا، لان الزبون خصنا نمشيو لعندي، خصنا نمشيو نقلبوا عليه فين ما كان ونجيبو. عبد السلام انسان تيعشق هذه المهنه ولكن عنده بعض العيوب، ما ضابطش حتى حاجه في هذا العمل، لا على المستوى التقني ولا على المستوى المحاسبي، تكلفه، الاثمان، ما ضابطينش بزاف الامور، ما ضابطينش حتى المعلومه الخاصه، مثلا اشنو هما المدارس اللي كاينين في المدينه ديالك، اشنو هما المعاهد التربويه اللي كاينين في المدينه ديالك، هادشي كله خصو يكون في الدماغ ديال الكلون اللي كمعم كيتعامل مع الاطفال، وفين ما كانوا الاطفال خصك تكون، لان حرفتك ومهنتك مع الاطفال. هذا برنامج الانشطه ما يمكن يكون الا بواحد الحمله تواصليه كبيره. بغينا كاع المؤسسات التعليميه تكون كتعرفك، بغينا كاع دور الشباب يعرفوك، بغينا كاع الناس اللي عندهم علاقه بالطفل خصهم يكونوا كيعرفوا شكون هو عبد السلام، شكون هو كلونجا. ومن هنا غدير عقود كونترادات مع المؤسسات التربويه اللي كاينين جديد. اييه مرحبا. ولكن الفكره اللي كنزودوه بها واللي غادي يستافد منها سي عبد السلام هي الفكره ديال التيمات الجديده ديال الكلون الذكي. ما بغيناش ذاك الكلون الساذج اللي غير كيضحكنا، بغيناه يضحك وليداتنا ويربيهم. اذا كلونجا والتدخين، كلونجا ومحاربه حوادث السير، هذه هي المواضيع اللي خصك تمشي ليها باش تعطينا صوره جديده على الكلون، انه الشخص المواطن والشخص الذكي اللي كيعطينا الابتسامه وكيحملها معها مجموعه ديال الافكار كتخدم هاد الشباب وتخدم الطفوله ديالنا. كذلك المحاسبه ما كايناش، ضحكنا معك بالتجربه ديال 20 مليون، عطيتك مبلغ جوزافي بيجي فورفيتير باش نشوف الحس ديالك العلمي المالي، باقي ضعيف شويه. لا باقي نطوروه. وهذا الشيء علاش انا بغيتك دير ليا تداريب، انت غادي دير تداريب في مؤسسات، غتخرج تمشي تقلب على تداريب ميدانيه باش تنمي الطاقه الفنيه ديالك ككلون، وتنمي الحس المحاسبي ديالك، تبدا تعرف الفاكتوره شنو هي، البون اشنا هو، تبدا تعرف تجمع هاد الوريقات، تعرف اش كتدخل اش كتخرج، شحال هامش الربح ديالك في كل عمليه، شحال كتخلي لك هذيك العمليه اللي كتمشي لكل حد، شحال كتخلي لك بالضبط ديال الفلوس. نبداو من الان. وكيفاش غنديروا المحاسبه؟ المحاسبه راه شنقول لك؟ من نهار الحد. من نهار الحد هذوك الرزيق اللي كيتشد راك كتعرف. هذاك الرزيق كبير. و 250 300 تقريبا. نقسموا على جوج. 100 درهم اللي كتعطيك القهوه هي ديالك. البوربوار، عمر، كاع داك لي زاكسيسوار اللي كيتزادوا، هادو خصهم يمشيو لبلاصتهم. فين غيمشيو؟ للدخار. بغيتك تعشق للدخار، بغيتك تكتشف للدخار، بغيتك تخزن شويه من داكشي اللي كتربح. عرقك تقسمو على جوج. عرق مسحو بيديك. وعرق الاخر هزو ديه للبنكه، حط فلوسك. وغادي تحتاجهم واحد النهار، امتى؟ النهار اللي غادي نبغيو نخفوا على رجلينا ونبغيو نديروا المشروع ديالنا. والفكره اللي بغيتك دير هو انك تفكر الان في الدخار. زعما نولي نحط اجي درهم. درهم راه الدخار. وي راه تقدر تحط درهم، ولكن في شي بعض الاحيان كتجيك هذيك الدرهم ضروري خاصك تهزها. علاش نهزها؟ واش غدير؟ كيفاش غندير؟ غندير التدبير، غندير الحكمه وغادي ندير الادخار، وغنبدا اليوم بدرهم. واش في راسك باللي ممكن تفتح حساب بالمجان؟ او اييه تفتح لك حساب في البنكه ويعطوك هذيك لاكارت اللي كيمشيو. اييه علاش بغيتي لاكارت؟ باغي غتجبد، كتفكر غتجبد. انا بغيتك تدخر. كيعجبوني هذوك اللي كيمشيو فوح البنكه ويخسروا ديك لاكارت ويجبد. لا ما بقيناش غادي نجبدو. نبدا ندخل انايا باش نكبر نلقى ما نخرج. واش باغي تجوز ولا لا؟ باغي نتجوز ان شاء الله. الدخار 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 ان شاء الله. ثلاثة ديال الحوايج ان شاء الله. سي عبد السلام شاب جميل وعنده روح الدعابة وعنده حب العمل ديالو، إلا تبع هاد النصائح غادي يدير مشروع ديال مقاول ذاتي، وبدينا معاه الحصة بالألم في الأمل وكملناها بالأمل في الألم.
الله يكمل عليك. شحال من واحد كيبغي ينمي المقاولة ديالو من حقه، ولكن كيبغي ينوع الأنشطة اللي كيزاولها، وفي هذاك التنوع عنده مخاطر لأنه يقدر يمشي للتشتت. غادي نكتشفوا في الحالة ديال لالا فاطمة اللي غنسافروا عندها المارتيل، غادي نشوفوا هاد القضية ديال التنوع ونحميوها من المشاكل ديال التشتت. يلا معنا المارتيل. الفياق بكري بالذهب مشري، وخاصة إلى كان الهوا بحري. بالاستثمار في السياحة فاطمة راه في الراحة، باراسولو مضلة وفي الناس كتهلا. مرحبا وزيد القدام، هذا زبون جا يدوز ايام، جابو مرضي والديه ولد فاطمة الله يغنيه. بالبطاقة والوثائق وسوارة الربح ياك بين يديه، فاطمة دايرة لافير بالخدمة والتفكير، بالاجندة والتدبير، بدفتر التوفير، وهالخير وهالخمير. مدام البوعزاوي، علاش مارتيل بالضبط؟ مارتيل مني اول مره جيت لها يعني سحرتني، عجبتني كسائحه. بديت انا والسيد ديالي كتراوضنا، انا والزوج ديالي كتراوضنا الفكره، قلت ليه انا عجبتني هذه المدينه وخاصني نشري فيها شي دوار ضروري، ولو تكون غير 60 متر و 70 متر، المهم انا نسدها ملي نجي نصيف فيها انا وولادي. من اذا في الاول الفكره كانت هو انك تشري دويره فين تصطافي انتيا والوليدات ديالك. فوالا. اذا كيفاش طورت الفكره ولات مشروع؟ بحكم مارتيل كتعمر وانا كنت ناويه نشري غير واحد المسافه اللي هي صغيره، واحد 60 متر، مساحه صغيره 60 متر او 70 متر. لقيت واحد الدويره اللي هي كبيره، يعني شقه دار مبنيه ومعها واحد المساحه ديال الارض. صافي انا انفشتها، قلت هذه هي الدار اللي انا اللي كتحلمي بها، اللي كنحلم بها. شحال فيها ديال المتروات؟ فيها 600 متر. 600 متر دابا بغيتي تشري 60 وليتي في 600. وليت شوف قدره الله سبحانه وتعالى. المهم 100 متر مبنيه دويره ارضيه، صافي المهم خديتها. بديت كنجي عام على عام، بدات كتراودني الفكره باش نبني، باش نكبر الدار وندير واحد جوج ديال البارطمات للدراري ولادي، باش انا تبقى عندي الدويره ديالي، انا عزيز عليا الدار ديالي تبقى نقيه، تبقى المسائل ديالها والدراري تبقى المسائل ديالها. المهم بديت كنبني، كنجي في الصيف هكذا، كان شهر واحد 15 يوم كنرتاحها، و20 يوم ولا شهر كنبني كان. المهم حتى بنيت دوك الدويرات وقديتهم وداك الشيء. شحال فيها دابا من شقه؟ دابا فيها ثلاثه ديال الشقق، جوج لتحت وثلاثه الفوق. وحده ساكنه فيها وجوج كتكريهم؟ وجوج كنكريهم. من بعد طورت الفكره، من بعد ما تبنى وعجبوني وبدات مارتيل كتعمر بزاف وخاصها فهمتي يعني كاين الاقتباس، قلت اجي انا دوك الدويرات دابا ولادي كيبقاو معايا كيبقاو غير خاوين، نستغلهم ونبدا نكريهم. ملي بديت كنكريهم وداك الشيء بدا المشروع عندي غادي وكيتطور، غادي وكيتطور. دابا كنكري هادو وكنتمناو ان شاء الله غادي يزيدوا نكبروا المشروع ان شاء الله الرحمن الرحيم. غير ملي كتقولي كنكريهم، شحال المده في السنه اللي كتكريهم؟ على حسب الصيف كيفاش كيجي. بعض المرات يعني كاين شي عام اللي كيجي شهر 8 كيكون ضيق مع رمضان او هذا، وبحال هذا العام راه تبارك الله جا الصيف طويل. بغيت نعرف شحال لليله دابا كتكري انت؟ كنكريو 300 درهم 250 درهم. الحد الادنى شنو هو؟ الحد الادنى ملي كيكون الثمن يعني نازل اييه كتكون 200 درهم. ودابا ملي كيسالي الصيف يعني في اكتوبر نوفمبر صافي سالينا من الصيف، كتسدي الدار ديالك ولا شنو كديري؟ الدراري الا كاين شي طلبه اساتذه هكذاك. هذا المشروع شحال كلفك ديال الفلوس؟ كلفني واحد 30 مليون هكاك. 30 مليون؟ كلفني واحد 30 مليون. هذه بلا الارض ولا مع الارض؟ لا هذه بلا الارض، اصلاح وبناء وتجهيز وكاع. ولكن دابا ماشي كريتهم في مره، دابا وحده صلحتها بنيتها وقديتها وفرشتها. اييه وبديت كنكريها هكذاك.
وهذيك هي اللي داك الدخل اللي كان ناخذو كان معاه وثاني كنعاود نقاد به الاخرى استمروا في الاخرى تكملوا بجوج 30 مليون واش دخلات لا مازال واحد انا درت عمليه حسابيه دمغيه 9000 درهم الى 300 درهم في 30 يوم شهر 7 وشهر 8 نعم هنا فيهم جوج دخلت 18000 درهم ولكن ما تنساش بان داك المبلغ اللي كنت كناخذو في الكرة كنت كنستثمر في الدويره الفوقانيه كذا كنصلح بها وكنقاد بها دونك هادو كي اذا دخلوا الفلوس على كل حال هاد المبلغ ديال 30 مليون ضروري دخلت منهم واحد دخلات منهم واحد واحد الصم ولكن باقي ما دخلوش 100% باقي ما دخلوش مزيان واش كديري غير هاد النشاط ولا عندك انشطه اخرى غير كتكري ولا عندك انشطه اخرى مرتبطه بالصيف مرتبطه بالموسم ديال التصيف عندي انشطه اخرى دايره لي باراسول الدراري ولادي هكذا شكون ربيع اللي داير ربيع عندي ربيع وربيع واسامه ولد خالفو دايره لهم واحد المشروع اللي هو صغير وان شاء الله راه عام على عام غيبدا يكبر ديال باراسول ديال باراسول وديال حوايج اخرين باراسول كنخدم خويا كبر منك وانت دابا كتستثمر فيهم انا كنستثمر شحال كتكري الباراسول النهار؟ على حسب كاين اللي كيكري لي 20 درهم باراسول 300 درهم النهار كيقول لك هو ساعة واخا غير ساعة ولا جوج سوايع راه غيبقى كاين شي واحد يجي لمارتين ويجلس ساعة والله العظيم شكون كيعطيني ساعة اللي مزوج هي ساعة خذ باراسول وارجع واش الويكاند بحال الايام الاخرين؟ السبت والحد بحال الثمن ديال الاثنين والثلاث السبت والحد كيكون فهمتي كيطلعوا الناس ديال الشيطان كيطلعوا للمارشي كتكون عامره واخا رجعوا لنا فاطمه واش كتخلي انت دابا من هذا الدخل ديال الصيف كتخلي منه شي حاجه للميزانيه الشخصيه ديالك انت صراحه دابا مازال كناخذ من هنا وكندخل هنا يعني مازال الدار كتمول راسها الدار كتمول راسها دابا وشكون اللي قايم بالامور ديالك انت والوليدات بالنسبه للامور ديالي انا الماديه ديال الميزانيه الماديه ديالي كاين الزوج ديالي الزوج ديالي هو اللي مكلف هو اللي مكلف انا وما كنتحاسبوش انا مول الدار عندنا تقريبا دخل واحد الا هو كاين عنده بحال انا وياه ما كنفرقوا حتى شي حاجه عندك حساب في البنكه ديالك ضروري ديال ضروري هذا الدخل ديال الدار واش كتدخليه مباشره لهذاك الحساب نعم ولا كتخليه عندك حتى كيكثر عاده كتديه ولا كيفاش كديري؟ لا كندخلو للكونت ديالي لا تنتعامل لابون ضروري اي حاجه كتدخل اي حاجه كتدخل اي حاجه كتدخل اي حاجه خاصني كنعاود نخرج داك الشيء اللي قلت عندك شي دفتر المحاسبه؟ وضروري ضروري ضروري كاين شحال دخل شحال خرج ضروري ضروري عندك بطاقه بنكيه؟ عندي ضروري كاينه؟ كتشتغلي بها ضروري. يعني كتخلصي بها كنخلص بها كان في لي سوبر مارشي كان يعني كنتعامل بها ضروري العقار ديال مارتيل نعم. واش خديتي على قبله شي كريدي لا. لا 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 من عند عائله لا من عند مؤسسه لا من عند العائله في واحد الوقت خديت شي حاجه خديتي من عند العائله درت دارت وخديت من عند العائله ديالي وبعت الذهب ديالي وتعاونت انا والزوج ديالي وشريناها عندك شي كريدي دابا حاليا؟ لا اللهم لك الحمد شي فلوس؟ لا لا الحمد لله ونشكره ما كيسالني حتى شي واحد شي حاجه نهائيا واش كتفكري توسعي النشاط ديالك هذا الشيء اللي كديري فين بغيتي توصلي؟ بغيت نفهم فين بغيتي توصلي؟ ان شاء الله عندي واحد المشروع ديال واحد الريستورون راني كنخدم عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم انا دابا بغيت نفهم غادي ندوزو من العقار للمطعم نعم واش المطعم جات الفكره منين السي ربيع ولا في الفندقه؟ هو الصراحه المطعم جا قبل ربيع هكذا فوالا واذا ربيع هو اللي توظف في المشروع ربيع انا عندي الفكره ديال المطعم هكذا سكفي ربيع يمشي يدير الفندقه لان خاص ضروري اي مهنه خاص يكون شي واحد اللي هو كيتقن ديك المهنه كفاءه تكون كفاءه بطبيعه الحال استنى فاطمه نعم ويلا جينا وحيدنا لك هذا المشروع الا جيتو حيدتو لي هذا المشروع غنفكر في مشروع اخر لالا فاطمه كاينين نساء كثار كيسمعونا وكيشوفونا نعم وهاد النساء
كاينه اللي عندها فكره ديال المشروع وكاينه اللي عندها امكانيات المشروع كلها كاينه وما قدرش دير هذا المشروع، فاش تنصحي هاد النساء؟ اي سيده عندها شي مشروع في راسها كبير او صغير توكل على الله وراه ربي سبحانه وتعالى فيها الخير ضروري ما غادا توصل شفنا الثقه اشنو كتولد، شفنا الاحترام والتقدير بين الزوجين، ها هو عطانا مشروع متكامل، المراه لالا والزوج ديالها احسن سلام، وحتى الوليدات توظفوا في هذا المشروع باش يكون النجاح حليف ديال الاسره باكملها اللي كتبقى متراصه متعاطيه بيناتها وتتعطينا النجاح في اخر المطاف. لالا فاطمه والاسره ديالها نجحات، ولكن تزين ما خططوا لولا. عندنا مجموعه ديال الاقتراحات وعندنا بعض النصائح غادي نوجهوها لهذه الاسره، الله يكمل عليها بخير وبقاو معنا. سيدنا كنتواجدوا الان في شاطئ كابو نيغرو، ولاحظتوا معنا الصباح اننا حاولنا نزعزعوا لالا فاطمه واننا نبعثروا شويه الاوراق ديالها ونخلقوا عندها ارتباك مالي، ما تمكناش. المراه ضبط الملف ديالها وواثقه من نفسها، وهي والزوج ديالها عارفين شنو كيديروا، وهذا هو اللي فرحنا وجعلنا مطمئنين على المشروع ديالهم، الله يكمل عليهم بخير. الان الناس اللي بغاو يديروا بحال لالا فاطمه، الناس اللي بغاو ينجحوا في مشاريعهم العقاريه، بنات واولاد شباب اللي بغيناهم يخلقوا هذه المشاريع هذه، اشنا هي الدروس والعبر اللي خصهم يخرجوا من هذا النجاح ديال هذه السيده؟ طبيعه الحال فاطمه غادي نزودوها بنصائح اضافيه، مثلا ماشي ديك 18000 درهم اللي كنصوروا بين شهر 7 و 8 كلها نستثمروها فاش في التمويل الذاتي ونصوبوا بها الشقق الاخرى، لا، خصني واحد النسبه ديال الادخار ديال 10% اللي هي 1800 درهم اللي خصني ننزلها في هذوك الشهرين باش نشكل واحد الادخار مهم جدا غادي نحتاجه منين غادي نبدا في المشاريع الاضافيه الاخرى، بحال المطعم، بحال المرأب اللي انت مشرفه عليه، وبحال مجموعه من الافكار اللي تكلمتي معايا عليهم. اذا بهالطريقه ديال الادخار غادي نخلقوا واحد التوازن مالي بين الفلوس اللي كيمشيو للتمويل الذاتي والفلوس اللي كيمشيو للادخار. على مستوى التبنك ديالك، هاد الشراكه ديالك مع المؤسسه البنكيه ديالك غتتنمى. علاش غتتنمى؟ لاننا النسبه ديال الادخار ديالك غادا ترتفع كل شهر، وبهذه الطريقه غادي يولي عندنا رصيد مالي مهم ممكن نوظفوه فاش؟ في المطبخ ديال المطعم، لان المطبخ غادي يحتاج تجهيز كبير، وبهذه الطريقه غادي نلقاو الموجود وغادي نلقاو التمويل، وسائل التمويل ناضيه. ضروري واحد الفكره مهمه جدا، انا عجبتيني لما كنتي كتكلمي على المشروع ديالك وخليتي واحد الطبق اللي كنتي وجوج ديال الشقق خليتيها باش كتكريها للناس، وكانت عندك واحد الليونه على مستوى لي بري على مستوى الاثمان. كيفاش كنتي كديري من 250 كتقدر توصل حتى ل 350 في الفترات اللي كتكون حرجه على مستوى الزبانه. هاد السيوله ديالك وهاد لا فليكسيبيليتي ديالك مهمه جدا بالنسبه للانسان اللي كيبغي يستثمر في مجال العقار. قلتي كلام مهم جدا ورسائل مهمه جدا كتفتحيها للشباب وخاصة المقاول منه، فأنت عندك شخصية المقاول وعندك ذاك البروفيل ديال المقاول الذاتي، وبهذه الطريقة هذه إلا جمعنا ذاك الادخار ديالك مع الشخصية ديال المقاول اللي عندك، مع الرغبة ديالك في النجاح، مع المناخ العام اللي عندك الزوج والوليدات ديالك محيطين بك، كلها مواصفات إن شاء الله غادا تمكنك باش تنجحي. ولكن ماذا بنا أننا ندوزو من هذا الاطار الغير مهيكل ندوزوا للاطار ديال المقاول الذاتي. اخر نقطه بغيت نتناقش معك فيها ونزودك بها بتجربه، هو ان منين لاحظنا ان لالا فاطمه عندها ذاك المخطط الاستراتيجي على مدى 4 سنين ولا 5 ومرتبط بالولاد ديالك، وهذا الشيء اللي عجبني، ان الكفاءات ديال الموارد البشريه اللي عندك في الدار اللي هما وليداتك حاولتي توظفيها في مخطط استراتيجي غادي يمشي بين 3 سنين ولا 4. مثلا الولد ديالك الثاني اللي هو السي ربيع، السي ربيع هذاك متخصص في امور المطبخ وفي امور الطهي. وبطبيعه الحال في اطار الفندقه غادي يليق لك بزاف في القهوه اللي انت مقبله على الانشاء ديالها. النقطه الاخرى اللي بغيت نتناقش معك فيها هي النقطه المرتبطه بتدبير الوقت، بيرت ايغونت، هذه تقنيه كتستعمل في تدبير الزمن
علاش؟ لان بان ليا ان الرغبه ديالك في النجاح كبيره وان المؤهلات ديالك كبيره، ولكن خايف عليك من نجاحك. اشنو بغيت؟ بغيت نوظفوا المحطات ديال الانشاء ديال المشروع ديالنا في اطار زمني، ولكن كل سنه نديروا فيها مشروع، وغادي نوظفوا ليه جميع الاليات على حسب الزمان والوقت والمال والمورد البشري. ان شاء الله رحمه الله. متفقين على هذه النقطه؟ متفقين. وبهذه الطريقه انت والزوج ديالك الله يكمل عليكم غادي تجنيو الثمار ديال الاستثمار ديالكم فاش في وليداتكم، في هذوك الكفاءات اللي صوبتوا واللي هما غينخرطوا تلقائيا في المشروع العام ديال الاسره ويركبوا فوق السكه والقطار ديال النجاح غادي يمشي. ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بالنصائح ديالكم وبالتوجيهات ديالكم يا دكتور كنشكروك، وهاد النصائح راه غناخذها بعين الاعتبار وغادي نمشي مع دقه بدقه. شحال من مرة كتمنى تنجح؟ شحال من مرة كتمنى تنشا مقاولة؟ شحال من مرة بغات تشوف الثمار ديال الاستثمار في التربية ديال وليداتها تشوفوا قدامها؟ شحال من مرة كتمنى وكتمنى وكتمنى؟ ولكن ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، كي دارت لالا فاطمة حنا كنديروا السبب والكمال على الله سبحانه وتعالى. الله يكمل على الجميع. شحال صعيب يوصل الانسان للسن الذهبي ويطرح على راسه داك السؤال الوجودي الثقيل، اش درت بحياتي؟ هاد الحاله اللي كنقترحوها عليكم اللي هي ديال سي حسن البلومبي غدا تخلينا نجاوبوا على هاد السؤال. الا كان تفاؤل كنقولوا الحمد لله، الرضا عن النفس، قضيت في حياتي، ربيت وليداتي، درت شويه الادخار، درت دويرتي، اللهم لك الحمد. وفي الحاله الاخرى ديال التشاؤم الانسان كيشوف ان البيلون ما هوش هذاك. غادي نشوفوا المعلم حسن واش من الفئه الاولى ولا من الفئه الثانيه. خليكم معنا. حسن البلومبي حل بابو وشعل ضو، حل محالو وصلح الماكينه والدنيا زينه، عنده تقاعد والبطاقه وكل شباب ورشاقه. يالله قال بسم الله في الدنيا والله معاه، خدا قرار ولحالي عمره ما يمد يديه، داير حسابه وضارب حسابه وساد جيابه، محقق ذاته ومهلف وليداته. اتبارك الله على المعلم حسن، حسن جدا. قالوا لي عليك معلم فايق تبارك الله. واه شويه على قد الحال شويه وصافي. باش وديتي شنو الحرفه الاولى اللي بديتي بها؟ اولا نقول لك الدراسه ديالي علاش انقطعت عليها، انقطعت على 600 ريال ديال لاسيرونس ديال الكريان ديال الكتب. خرجت علاش؟ ما لقيتش باش نخلصها. مشيت خدمت مع عمي في واحد الورشه صغيره ديالو رصاص، كنتعلم رصاص. شويه ضبروا لي شي اصدقاء على واحد المقاوله مشيت خدمت فيها، خدمت فيها واحد شي 5 سنين ولا 6 سنين. عاود شويه عيط عليا واحد الدكتور شاف كنا كنبريكولو عندي، شافني شاف ديك شاف المهارات ديالك شويه قال لي تبقى تبريكولي معايا، بقيت كنبريكولي مع واحد الوقت قال ما عندك لا حيت خرجت من هذيك المقاوله وبقيت جيت لعندو بقيت كنبريكولي معاه غير هو. شويه هو تيقيدني في مع لي زوفري ديالو مع الخدمه ديالك الوريقات ديالك. على حساب داك التطبيب المجاني ماشي صوب لك المسائل، صوب لي المسائل ديالي المهنيه صوبها. الله يجازيه بخير. بقيت تاخذ بقيت عنده تاخذ التقاعد. شحال هادي باش شديتي تقاعد؟ قول عامين. عامين؟ عامين. واش درتي في هاد العامين؟ باقي خدام، باقي بريكولي. هنا نيت. فاش من تخصص في لي ماشين لافي ولا؟ تو ليليكتروميناجي ا دوميسيل. بغيت نسولك على الدخل ديالك من التقاعد شحال؟ شحال بقى لي في الدخل ديالي في التقاعد؟ هي شحال كيجي في الشهر؟ 3700 درهم. 3700 درهم هاد لك. وهذا المحل، هذا النشاط اللي كدير انت دابا، هذا البريكول اللي كدير، العمل ديالك عامين هادي، شحال كيدخل عليك في اليوم؟ كل نهار ورصه.
كاين نهار اللي ما كندخل والو، كاين يومين ما كندخل والو، كاين 3 ايام 40 مدخله متابعه كاين الفلوس فهمتيني. وملي كتجمع ملي كتعادل داكشي كتلقى واحد 300-250-300 في النهار، 300 درهم في النهار. في النهار هذا هو المعدل اللي المعدل ما بين 250-300 درهم. عندنا 9000 درهم ديال الحرفه هنا في الشهر، وتزيدوا عليها 3700 درهم، عطاتنا 12700 درهم. واش هاد الدخل كاين؟ يقدر يكون ولكن كاين بعض الحين هذا ابروكسيماتي، يقدر يكون كاين، يقدر يكون زيد شويه، يقدر يكون ناقص شويه. حتى لاش يمكن يوصل الدخل ديالك؟ واه في 15000 درهم 14. اذا الدخل ديالك الشهري كيتراوح بين 12 حتى 14 15000 درهم هكذا. الى جاب الله دابا واحد رزيق صيفط الله سبحانه وتعالى هذا الصباح، جاء دخل دابا انا كندوي معاك، دخل زبون دبرتي في 1000 درهم، نسبة الادخار في هذيك 1000 درهم شحال؟ غنشوف الدار اشنو خاصهم فهمتيني، ولا الخصائص اللي خاصني نقضي منها، شاطت لي شي حاجة غادي نوفرها. أييه؟ أما شاطش راه ربما تقدر تجي قد في الإفريط قد. تبارك الله شحال عندك الوليدات؟ عندي 6، 3 البنات 3 الأولاد، وعندي 5 الأحفاد. إيه. هاد الناس ساكنين معاك في الدار؟ تقريبا ساكنين، واحد اللي ما ساكنش معايا بوليده ومراته. إيه. وين كتدخل شي حاجة فين كدير؟ واش نقول لك ندير عندي في واحد الميريو تحت الحويجات وصافي في الميريو. ما عندكش حساب في البنكة؟ عندي. شحال عندك من حساب في البنكة؟ عندي حساب كتجيني فيه الفلوس ديال لاميتيال، ديال لاميتيال وديال التقاعد. ديال التقاعد. واحد الحسيب إلا شاطت لي فيه شي حاجة كندخلها فيه. هذاك بحال ديال الادخار. عادي الادخار. هذاك ديال الدفتر ولا ديال ولا كونت كورون؟ شنو؟ لا كونت سير سير كارني. سير لا سير شيك. سير شيك. حيت كنخلص به الكرم هنا بار شيك وكنخلص به المسائل. وعندك حساب على الدفتر؟ ما عنديش. ما عنديش. واخا. والبطاقة عندك؟ بطاقة عندي. عندي جوج بطاقات. كتعامل بها كتخلص بها؟ كناخذ بها فلوس دابا ما كندخلش للبنكة، فلوس التقاعد كنجيبها من الكيشي. وهذاك الموريو اللي عندك في الدار؟ الخصاص ديال الدار، خاص ولادي شي حاجة ولا شي حاجة كنجبد لهم من تما وكنعطيهم. هو أنت عندك الحساب وعندك البطاقة. ولا ربما شي نهار شي ليلة مرض شي واحد خاصها شي حاجة، البنكة ما بغاتش تعطيك هذا الكيشي، ما بغاش يعطيك هذا الكيشي، ما بغاش يعطيك، كتهز من هذوك المسائل. طوارئ. طوارئ. حالة طوارئ. ماشي شي حاجة، عندك صحاب شي حاجة. شوية وصافي محطوط على حاجة وصافي يعني. فوندرولمو يعني بحال صندوق المناولة عندك في الدار. بس ديباني. والمدام والوليدات عارفين باللي كاين هذاك الموليو؟ كلشي عارف. كلشي عارف. ولادي كلشي عارفين لي كود ديال لي كارت ديالي، كلشي عارفهم. شفافية. ما كاينش المزاح. ودابا التوقيت ديالك. المعلم حسن ماشي كيبدا في الصباح. واه كل وقت وقته. مثلا عيط لي شي واحد نقدر نوض بكري. ولا ما عيطت شي واحد مثلا نقدر بدينا كنحياو شوية. العشرة 9 هكذا. واش كتسالي النهار ديالك؟ ما عنديش الوقت، نقدر نخدم ما بين 12 و2، نقدر نخدم في الليل، نقدر الوقت اللي كانت عندي خدمه خصني الا مشيت تخرج من الدار صافي خصني نبقى في الدار. وفين كتخدم دابا بحال دابا شي واحد خسرات ليه الماكينه ديال الصابون؟ عنده في الدار. كتصوبها عنده في الدار؟ عنده في الدار. ما كتجيبهاش لهنا؟ لا ما كنجيب مع هذا الحاجه اللي خصها تجي، اللي غنضيع فيها الوقت تما كنجيبها عندي هنايا. وهنا كتجيب غير ديك البياسه اللي خاصها؟ البياسه اللي خاصها كنبدل فيها البياس، مثلا خاصها سيليكون، خاصها تبقى تتيباس، خاصها تبقى فهمتي اللي خاصها تباس عاد الغد نديها لهم. ياك ما كتقتصد على النقل؟ لا عندي عندي وسيله ديال النقل ما كنقتصدش. شنو هو وسائل النقل اللي عندك انت؟ عندي السياره ديالي. اييه. وعندي واحد الدراجه ناريه من النوع الكبير. ولاش موتور وطوموبيل؟ هو من طبيعه الحال حيت الدار البيضاء دابا صعبت علينا شويه باش تدخل الاماكن ضيقه خصك الموتور. والمصاريف؟ المصاريف غاديه باش غتمشي الطوموبيل غيمشي الموتور، ما كيروليوش بجوج دقه واحده. اي على كل حال داكشي اللي كاين، الا غتهز الموتور غتهز بحال بحال. اي ولكن بان لينا الطوموبيل وحدها الموتور، انا ركبت في الموتور دابا المصاريف والوريقات في ديال التامين وديال هذا. بالنسبه لي انا ضروري داكشي فهمتيني ولا لا؟ سينو غادي نبرك. شرح لي علاش ضروري؟ غادي نبرك، ما غاديش نبرك ولا مثلا جا واحد عيط لي في الليل واحد البلاصه بعيده ما يمكنش لي، من خاصني نمشي ضروري خاصني نمشي. فهمتيني ولا لا؟ ومتى كتستعمل الدراجه الناريه؟ الدراجه الناريه وقت لك عيط لي شي واحد وقت في شي بلاصه ما غاديش نلقى ستاسيونمون، مثلا غتوصل على ربع ساعه خصك توصل على ساعه ولا ساعه ونص. بغيت نشوف انا هاد النجاح في البيت ديالك، كيفاش كتصرف الميزانيه ديالك داخل البيت؟ واش انت اللي كتصرف ولا المدام؟ لا انا اللي كنصرف. انت اللي كتصرف في الدار؟ ماشي انا اللي كنصرف ب 100%. النص الحاجه اللي ما كنكونش هنا راه المدام كتعطيها الفلوس هي كتصرف. هكذاك. شنو هي النفقه اللي كتاكل لك الفلوس بزاف في الدار؟
ما بحال هو الطبيب بحال شي واحد مرض ليا جات على غفلاش هو عندي لي كاربيرون ديال الموتور ديال الطوموبيل ديال الوقود ديال الطوموبيل وشي الدراجه الناريه الدراجه الناريه حتى هما كياكلوا شي الفلوس راه عندهم ميزانيه في الشهر تاعهم طبعا ولكن مسهلين وميم طون مسهلين عليا الماموريه باش نخدم لولا ما كانوش عندي هادوك غادي نشد طاكسي غادي نشد شي واسير غنخسر فيهم اكثر من داكشي وما غاديش نلقى بحال الحاجه ديالي انا الدار اللي ساكن فيها ديالك ديالي ما كاري مواد لا ما كاريش الماكله كتاكلو مجموعين ولا كل لبه كناكلو مجموعين كتاكلو مجموعين شحال ميزانيه ديال الماكل عندك في الدار 200 و200 فلوس 200 فلوس اذا الميزانيه ديال الماكله كتدي لنا 6000 درهم في الشهر على حد التعبير ديالك واكثر واكثر كاين بعض الاحيان كثر وحنا راه عندنا من 12000 حتى ل 15000 درهم هذا هو الدخل كيتراوح بين 12000 و 15000 و 6000 درهم كلها ماكل راه تقريبا النص تقريبا النص وزيد لي كاربيرون ديال الكاربيرون والنفقه ديال الطبيب زيد واحد 200 فرانك ولا شي ما بين 150 حتى 200 فرانك عندي ديال المازون مازوط ليسانس ديال الموطور المعلم حسن كيشد الكونجي وانا كل ديما كونجي الايام ديالي كونجي كيفاش الحاجه اللي بغيت نديرها الوقت اللي بغيت نمشي عند شي واحد نمشي عندهم حر الحر ماشي عندي ذاك لا روتين ديال تدخل مع 8 تخرج مع 12 تدخل مع 2 تخرج ما كايناش قلتي كل نهار ورزقه نهار كيجي فيه الله 400 500 درهم نهار مهور مزيان كيكون مهور مزيان والنهار كيكون عيان كيفاش كتصرف في الدار لا ديما تصرف غادي تصرف غادي تصرف غادي ديك 200 درهم بعدا ديال الماكل ديما انا ما كنديروش النهار كنعطي السيده واحد القدر من بحال دابا نقول لك داكشي الاسرار ديالي 15 يوم 15 يوم كنعطيها ولكن كاين شي مسائل 15 يوم كنعطيها شي حاجه دايره انا وياها كنعطيها لها فهمتيني ولا لا كتهنيني من هاد السخره الصغار داكشي ولكن تجي في يديا مثلا راه كنجيب معايا داكشي دوك الكماليات شويه بعض الخطاعات الكماليات الا كان النهار مهور كما قلتي راه كندخل معايا شي في حاد بنينه هذا داكشي فهمتيني ولا لا ولكن راه حنا غادي راه الضروريات راه كاينين في الدار شحال هادي وانت كتسير المصروف شحال من عام هادي وانت هز المسؤوليه ديال البيت من نهار وانا هز ملي ماتت لي السيده الاولى فهمتيني ولا لا ماتت لي في 2001 بركت واحد 3 سنين ما تجوجش عاوتاني جوجوا لي بناتي تجوجت واحد السيده اخرى من تما ملي ماتت السيده وانا هز المسؤوليه بوحدي كانت هزه معاك هي المسؤوليه قبل؟ حيت السيده الاولى كانت خدامه شويه كنا معاوني اذا هذه 15 سنه 15 سنه وانت ولكن اللهم لك الحمد بخير الحمد لله والله العظيم الا بخير الحمد لله المعلم حسن الحريفي الصنايعي المعلم حسن عنده مواصفات ذاتيه فيه لصقة فيه كبرت معاه من تجربته من حنكته من الظروف اللي عاشها من المحن اللي اجتازها هي اللي صنعت فيه هذيك الكفاءة اللي شفنا الآن وعرفنا النجاح دياله المالي والأسري من نجا ولكن أكيد كاينين شي حوايج دفينة شي أسباب أخرى ديال النجاح غادي نكتشفوها محبو حسن المعلم الحريفي تبارك الله على المعلم حسن الله يبارك فيك ابو ادريس انا سيدي هذا انا كي داير بخير كي داير انت لاباس الحمد لله الله يبارك فيك راه واحد طريح ديال الدم اش قلت لا ما عنديش مع دم لا هو لا والو راه تضيع الوقت في دم كول سير الضيم دخل الواد ثلاثه ودم اشنو هي الهضره خاويه هذه هي ثلاثه ودم ديال المعلم حسن المحل التجاري والعقار والادخار والنقطة الثالثة الطاقة الإيجابية اللي كيتوفر عليها المعلم حسن ثلاثة النقط الادخار المعلم حسن عارف كيفاش كي ينفق وكيفاش كيصرف وكيفاش كيخرج نسبة ديال الادخار من الميزانية ديال كل نهار النقطة الثانية المحل التجاري اللي منين كيحل الريدو كيحل معاه الباب للرزق ديال سيدي ربي المعلم حسن النقطة الثالثة اللي عجبتني عنده بزاف هي ديك الطاقة الإيجابية في الوقت اللي كيعياو الناس المتقاعدين عياء جسدي وعياء ذهني المعلم حسن تحزم وناضل شغله وهذه هي الطاقة الإيجابية اللي تفجرات فين؟ في الميزانية في
الطريقه كيفاش كيتعامل مع وسائل النقل ديالو، كيفاش ضبط العلاقه بين الطوموبيل وبين الموتور. عجبتني هذه القضيه مزيان، كيفاش قسم المسؤوليه مع ربه البيت ديالو، كل 15 يوم كيعطيها جزء من المال اللي كتدبروا تحت الاداره الماليه ديالو. ما شاء الله عليك المعلم حسن، طريقه جميله في التدبير. شكرا. وهذه هي ثلاثه وضامه سيادنا المتقاعدين والمتقاعدات، خصنا نتحزموا ونوضوا لشغلنا، والمهم هو نشدوا الواد. سيادنا شفنا الحالات بثلاثه، وشفنا التباين اللي كاين على مستوى النفقات، على مستوى المصاريف، على مستوى نمط التدبير، على مستوى الادخار والتوفير. شفنا اختلاف كبير، كيف ما كان نوعنا مقاولة ذاتية ولا تعاونية ولا جمعية ولا أسرة ولا بيت ولا طالب، خصنا ثلاثة ديال الأمور. هذه هي الحاصلة باش غادي نخرجوا من هذه الحالات. الأمر الأول مرتبط محاسبة مضبوطة، خصها تكون عندنا محاسبة كيف ما كان شكلنا وكيف ما كانت مقاربة النوع ديالنا. النقطة الثانية، خصنا منظومة الحكمة المبنية على الأولويات والأسبقيات. ما كايناش مؤسسة وخاصة الأسرة اللي ما مبنياش على أولويات وعلى أسبقيات. والنقطة الثالثة اللي مهمة هي الكفاف والعفاف والغنى عن الناس. سيادنا السلام عليكم.